السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ايوا الحسيمة، في هذا الصباح السعودية الصباح، ولكن ما كتشوفوا اليوم طولنا عليكم بزاف، ما درنا لكم فيديو مع الاسف. الوقت اللي درتها هذا الشيء ما عطى الله الحسيمة اليوم راه الاثنين المشاهدين الكرام، والتسعود ديال الصباح. شوفوا الحسيمة كيف دايره بالنهار، واخا هكاك الناس راه كيتروجوا كيمشيو ويجيو، الحمد لله السوق راه عامر بالخضر والفواكه، يعني كلشي كيشري، كلشي كيقولوا راه كلشي غالي، وراه كلشي كيشري. اللي قال لك راه ما كيشريش كيكذب صراحه. الحمد لله واخا هكاك راه الخيرات موجود. ايوا ما كاين لا، حنا كنقولوا راه غالي شويه القضيه الصراحه، ولكن زعما الصراحه الخير موجود، واخا كان شويه الغلا ولكن الخير موجود الصراحه. كلشي طري، كلشي طري، كلشي طري، تبارك الله، كلشي طري. المشاهدين الكرام صراحه اما سيدي الخضر والفواكه، والناس كيعوموا الصاد الصاد الصاد، وراه الصيف ماشي على الابواب، راه دخلنا في الصيف صراحه. اول خطره المشاهدين الكرام كنشوفوا واحد الحراره اللي كاينه في البلاد هذا العام، يعني جات بكري صراحه، جات بكري هذا العام. الله يرحمنا في الشتاء وصافي صراحه، لان الصاد بزاف ماشي غير شويه، الصاد بزاف بزاف بزاف، راه سبحان الله وصافي. رانا واحد ديال الناظور والدريوش وداك الجوايا، راه الحراره عندهم صراحه، واحد الحراره يعني تقول راك في شهر 8، ماشي غير يعني في شهر 7 وصافي، غتقول يقول لك راسك راك في شهر 8، يعني السمايم صراحه. المشاهدين الكرام زعما واحد الصاد. دابا ان شاء الله غنسولكم البحر، نشوفوا دابا راه باقي الصبح، دابا راه 9 ديال الصبح، دابا غير نوريكم الحسيمه في هذا النهار ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله غنسولكم يعني جوي اخرين ديال يعني الشواطئ ديال الحسيمه ان شاء الله باذن الله. دابا كما كتشوفوا الحسيمه اليوم انا غادي ندير واحد دور الكورنيش، خليكم معايا. شوفوا الحسيمة اليوم على المباشر، خليكم معايا ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، ما تنساوش دعمو لنا بلايك، حنا دائما مع الجديد. غير غبرت شويه الظروف وصافي، هادشي ما كان الظروف، هادشي اللي كاين المشاهدين الكرام، الظروف وصافي. ولكن دابا ان شاء الله غنبقى ندير لكم شي فيديوهات زوينين بزاف باذن الله. وقال لك ما توصل فين وصلك الله، ما توصل لفين وصلك الله صراحه. كما كتشوفوا الحسيمة على المباشر اليوم، الحسيمة يتما مباشر مش توارب، نهبطوا الكورنيش ان شاء الله، نشوفوا اجواء ديال الكورنيش في هذا الصباح. خليكم معايا واحد الهواء بارد الله، ولكن الصاد والهواء ديال الحسيمة هو دائما بارد سبحان الله، كيكون الجو سخون والهواء ديالو بارد، يعني واحد النعمه ما يعطيها غير اللي خلقو صراحه.
كما كتشوفوا المشاهد الكرام، والكورنيش هو هذا كما كتشوفوا تبارك الله. وحنا غير بغينا نحوسكم شويه صراحة، الجو زوين والبحر هادئ، يعني واحد الجو معتبر صراحة والله، إلا واحد الجو معتبر. الجو المشاهدين الكرام واعر، كما كتشوفوا المشاهدين الكرام وصلنا هذه القهوة. القهوة راه واجدين راسهم، ولكن دابا في الليل ان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو نشوفوا الليل كيفاش كيكون هنايا باذن الله. اجواء رمضان في الحسين، نتمنى اخوتي يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ما تنساوش تعملوا لايك. حنا دائما مع الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.